اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الشان الحضرمي. مكتب الاشغال ساحل حضرموت كان حاضرا في تنفيذ هذه الحمله الذي اطلقها اللواء الركن فرج سالمين البحسني لتحسين مدينه المكلا. ازال العديد من الاكشاك وترك الاخر. مواطن يتساءل لماذا؟ وهل فعلا مكتب الاشغال كان السبب في قطع ارزاق الناس؟ فريق البرنامج توجه الى مكتب الدكتور محمد باخلعه المدير العام لمكتب الاشغال. حاورناه وطرحنا على طاولته العديد من الاسئله. دعونا نشاهد هذا الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد باخلعه مدير مكتب الاشغال ساحل حضرموت، شاركتم في الحمله التي اطلقها محافظ حضرموت بدايه المنطقه العسكريه الثانيه اللواء الركن فرج سالم بحسني. بكل تاكيد مهامكم انتم في المكتب الاشغال العامه هو التعامل مع الميدان بما يخص العشوائيات واعاده الطرق وتاهيلها. كيف تعاملتم مع قرار محافظ بما يخص ديموميه هذه الحمله؟ اولا اهلا وسهلا بكم ونشكر لكم تجشمكم العناء وقدومكم الى مكتب الاشغال العام والطرق للاستماع والحديث في الجوانب التي تخص مكتب الاشغال العام والطرق في الحمله التي تشهدها محافظه حضرموت ومدينه المكلا على وجه الخصوص، والتي تهدف بشكل اساسي الى تحسين المظهر العام لمدينه المكلا واظهار مدينه المكلا بالمظهر اللائق لها. كما تعلم مهام مكتب الأشغال العامة والطرق في هذه الحملة كثيرة ومتعددة. أهم مهام قام بها مكتب الأشغال العامة والطرق ويقوم بها مكتب الأشغال العامة والطرق هي إزالة كل المخالفات والعشوائيات من الأرصفة. كما تعلمون يعلم الجميع أن الفترات السابقة شهدت الاعتداءات العشوائية على الأرصفة والمصالح العامة والمتنسفات والمتنفسات، وأدت إلى ضيق الشوارع وإلى اختناق وانعكس سلبا حقيقة على حركة وانسيابية حركة سير المركبات للتعارض الذي أحدثته هذه نتيجة لانسداد حركة سير المشاة، فأصبح المواطن يمشي في الأسفلت، أدى إلى وجود تعارض بين حركة المشاة وحركة السيارات، انقلب سلبا على انسيابية حركة السير في المدينة. يأتي في المحور الثاني من محاور مكتب الأشغال العامة والطرق وهي تحسين الأرصفة، وهنا تم تكليف عدة جهات من ضمنها الأشغال المحلية بمدينة المكلا قامت أو تقوم الآن بإعادة تأهيل الأرصفة لكثير من الشوارع. أيضا وجه السيد المحافظ لبعض القادة العسكريين الذين كانوا يعملون في الأشغال العسكرية، أيضا وجههم بالعمل مع مكتب الأشغال العامة والطرق والقيام بتحسين أو أخذ مقاطع من الأرصفة المتضررة في مدينة المكلا وإعادة تحسينها. أيضا لمكتب الأشغال العامة والطرق أيضا بالتنسيق مع المؤسسة العامة للطرق والجسور إعادة تأهيل الحفر والمقاطع المتضررة في الاسفلت والمنتشرة على طول شوارع مدينة المكلا. بالتأكيد الحفر تسبب اشكالات ومشاكل للمواقع. وهذه الحفر تسبب اشكالات ومشاكل، صحيح ان بعض هذه المواقع هي معتمدة من قبل البنك الدولي على تأهيلها، ولكن حتى تظهر او تخفيف معاناة المواطنين ولو لفترة بسيطة من الزمن. طيب دكتور محمد، المحافظ تعامل مع الحملة هذه في ديمومة مستمرة، يعني حملة غير الحملات السابقة. هناك كانت تنفذ حملات وتتوقف ويعود الوضع نفسه، أن العشوائية تعود، لكن أن المحافظ الآن يعني أطلق هذه الحملة في ديمومتها 90 يوم وستستمر بإذن الله. أنتم في مكتب الأشغال يعني كيف تعاملتم مع هذا القرار الديمومة في تنفيذ هذا؟ حقيقة نحن في مكتب الأشغال العامة والطرق كنا دائما ما نتوجه للسلطة المحلية مثلا بالسيد المحافظ بطلب دعم مكتب الأشغال العامة والطرق برجال الأمن. كون الموظف المدني في مكتب الأشغال العامة والطرق لا يقام له أي اعتبار ولا تقام له أي قيمة عند التخاطب مع الأشخاص المخالفين سواء كان في الطرقات وسواء كان في الأرصفة. فتكررت مطالباتنا للسيد المحافظ بضرورة تزويد مكتب الأشغال العامة والطرق برجال الأمن
حتى تكون هناك هيبة لموظف الأشغال في 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 نزولاته. وبالتالي استجاب بفضل الله تعالى استجابت السلطة المحلية لطلبات مكتب الأشغال العام والطرق، وزودنا السيد المحافظ بعشرة أفراد يرأسهم عميد في كل منطقة ومناطق. هذول كانوا لهم دور كبير ومساعد في إعادة هيبة مكتب الأشغال العام والطرق. ونقدر نقول بجانب آخر أن التزام المواطن لما يرى أن هناك دولة وهناك جهات أمنية أيضا ساندة لمكتب الأشغال العام والطرق، فاستجابوا المواطنين. وأنا هنا من خلالكم أحيي حقيقة العديد من المواطنين الذين استجابوا وبادروا بأنفسهم لإزالة المخالفات. نحن لا ننوي حقيقة مكتب الأشغال العام والطرق إلى إحداث الضرر بالمواطنين أو تعرضهم لمخاسير مادية أو حتى معنوية. فأتوجه حقيقة بالشكر الجزيل لكل مواطن من المواطنين الذين نزلوا في الأرصفة واستخدموا الأرصفة باستخدام غير مناسب لها وغير صحيح لها، وتراجعوا وزالوا مخالفاتهم بأنفسهم. وأتمنى من الآخرين أن يحذو حذوهم. لا زال لدينا العديد من المخالفات موجودة في الأرصفة، نأمل منهم أن يحذو حذو الآخرين الذين زالوا بأنفسهم. دكتور محمد، هذا الطرح يسوقنا إلى سؤال آخر، أنه فعلا في تجاوب البعض لكن عند تنفيذ الحملة تعاملتم مع كل عشوائي وغير مخطط بالطريقة الصحيحة، تم التهديم الإزالة. البعض يقول أن هذا الأكشاك هي مصدر رزق للعاملين عليها، وآخر يقول لماذا لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد أماكن بديلة عن ذلك. فمن المفترض أن يكون فعلا أنه عندما تبدأ الحملة في ظل هذه الظروف، دكتور محمد أنا أتحدث يعني بلد في حرب، بلد جريح، الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة السعودية، يعني كان له جهد كبير في أنه تنتهي هذه الحرب بإذن الله إن شاء الله. لكن نحن السؤال يطرح نفسه، تم التهديم قبل أن يتم يعني إعادة تأهيل أي منطقة أخرى لمصدر رزق هؤلاء الناس، فهذا بحد ذاته يعني سبب عائق آخر لعوائل أخرى. أخي العزيز، أنت طرقت موضوع مهم جدا صراحة، وربما يتداولها الكثير من كثير الكثير من المواطنين. أولا، لو بتلاحظ أن كثير من المخالفات اللي موجودة في الأرصفة ربما أنشطتها التجارية تزيد عن أنشطة التجارية لبعض المحلات التجارية. تأتي إلى 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 كشك ربما تلاقي فيه بضاعة أكثر من 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 محل تجاري مستأجر، يبدأ ببسطة ويتحول إلى مركز تجاري. أصحاب البساط أيضا تلاحظ المواد المعروضة عنده في تفوق طاقة النشاط اللي هو بيسويه، هذه تستحق أنها تكون في محل تجاري. ثانيا، الضرر اللي أحدثوه أيضا بأصحاب المحلات التجارية، فمن الأحرى أنهم أولا يبحثون عن مواقع رسمية يعني محلات تجارية يستأجرونها ويمارسون أنشطتهم فيها بكل حرية بكل ارتياح، وإحنا مستعدين نصرف لهم التصاريح الرسمية الخالصة بمزاولة المهن اللي يرغبون في ممارستها. أيضا الكثير لاحظنا أن الكثير من المبسطين المنتشرين خاصة في منطقة الشرج لديهم بساط رسمية في السوق المركزي في نعم في الشرج، السوق المركزي في الشرج، فلماذا لا تكتفوا ببساطكم الموجودة في السوق المركزي كمصدر رزق لكم وترفعوا من الأرصفة؟ أيضا الشيء أيضا اللي لاحظنا أن السوق المركزي في مدينة المكلا يكاد يكون الدور الثاني منه فاضي بدون الدولة بنت وهيئت، ما عدا واحد أو اثنين، الدولة اشتغلت وهيئت سوق مركزي الهدف منه إتاحة فرص مثل هؤلاء الأشخاص. نتفاجأ أن السوق المركزي هذا الدور الثاني فاضي ما أحد فيه، والناس تفضلت الجلوس والمكوث في الأرصفة وإعاقة خط سير المشاة. لماذا هم توجهوا حقيقة لهذا؟ لأن لا يوجد رادع لهم لرفعهم من الأرصفة. المواطن هذا اللي باسط في الرصيف عندما ترفعه بيتوجه إلى وين؟ إلى المكان الرسمي المهيئ له. العدد الفائض اللي ما نلاقي له، اللي ممكن ما نلاقي لها موقع، السلطة المحلية طبعا لديها خطة وتحمل همهم هؤلاء. هؤلاء جزء من هم السلطة المحلية لمعالجة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. نزلنا مع السيد المحافظ واقترح أيضا وجود بعض الأماكن الأسواق الشعبية في سواء كان في المكلا، لدينا السوق المركزي لا زالت في بعض المساحات الداخلية اللي بإمكاننا في الشرج، نعم لا زال في بعض المواقع اللي بإمكانها استيعاب عدد من المبسطين
أيضا المكلا فوة أيضا لدينا سوق مركزي فوة يكاد يكون غير مستغل إطلاقا بسبب عدم وجود أو إلزام الباعة المتجولين وأصحاب البساط في التوجه إلى مناطق رسمية، فهم وجدوا الأمور متاحة لهم فبسطوا في الأرصفة، لا توجد عليهم إيجارات، لا توجد عليهم أي حاجة، وأيضا وجدوا أنفسهم بالقرب من المتسوقين ومن المواطنين من الحركة التجارية. معلك أنا أعتذر من قاطع، بس خليني أطرح سؤال آخر لك في نفس المحور هذا. أنا فعلا أنت تحدثت مع أنه في مراكز فاضية لحد الآن، لكن الشاهد أو واقع الحالي يقول في مدينة مكلا زي ما تفضلت السوق المركزي يعني خصص للأسماك والخضرة، كأنك في غير يعني في يعني أقصد أنه بعض الأكشاك أو العربيات الصغيرة تبي غير الخضرة. هذه بإمكان السلطة المحلية أن تبحث عن 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 مواقع بديلة. كان يكون لدينا سوق للحرف سواء كان إصلاح الساعات، سواء كان بيع الأشياء المستخدمة. هذه إن شاء الله تعالى السلطة المحلية تهتم بمثل هذه يعني الأمور بإذن الله تمشي، طبعا بإذن الله تعالى تمشي بمسارها الصحيح، وبعض الأماكن لا يزال البحث التجاري فيها عند السلطة المحلية نوايا الاستئجار. في حال عدم وجود أرض متاحة ممكن السلطة المحلية أوجه السيد المحافظ باستئجار، بالبحث عن موقع حتى يتم استئجاره وإتاحة مساحة لمثل هذه الأشياء. طبعا الأمور تمشي دكتور محمد ممتاز في مساقها الصحيح، بس اسمح لي أنه البعض يتهمكم، أنا أقول هكذا يعني تقبلها أنه يتهمكم أنه مع أن أنا شاهد الحملة أنه فعلا مساقها صحيح، أنه بعض المتنفذين لم يتم إزالة يعني خلينا أكون صريح معك مواطير كهرباء أشياء أخرى. إن صح ذلك ماذا يقول دكتور محمد في هذا؟ أقول لك حقيقة لا يوجد عندنا أي استثناءات لأي شخص، وهكذا كانت توجهات السلطة وتوجهات اللجنة المشكلة لتحسين مدينة المكلا. لا يوجد أي شخص أفضل من الشخص الآخر أو أي شخص فوق القانون، كل الناس تتعامل مع الناس بميزان واحد وبمعيار واحد. المعيار حقنا هو إيش؟ هو أي شيء في الرصيف، أي إضافة في الرصيف خارجة عن المساحة الموثقة معك في وثيقتك، هذه يفضل أنك ترفع منها وتزيلها باختياريا. طبعا أعطيت لهم مهل بحسب النشاط اللي يمارسه هذا، ربما النشاط حقه كان المهلة تكفيه 3 أيام، بعد ربما نمدد لها 4 أيام زي ما شرحت لك في البداية. يعني احنا لا نود إحداث الضرر بالمواطنين. نعم، المهلة المعطية حسب النشاط. نعم، لكن لا يوجد أي استثناءات إطلاقا، هكذا لا يوجد أي استثناءات إطلاقا. وإنما ربما تلاحظون في بعض الأماكن عاد الحملة ما وصلت إلى عندها، ربما بدأت الحملة في موقع معين ومركزها في موقع معين وهي تنتشر. ربما دكتور محمد انه يعني طبعا الشارع لا يدرك كل امور واحداثيات الحمله، انه ربما البعض انه يمتلك كشك قبل يعني في مبنى، يقول انا احس سمعت انه البعض يزو هذه جزء من الوثيقه التي يحملها يعني تركه ليعمل هذا اللي يدعي ان التوضيح يعني. هذا من يدعي ان هذا الكشك او النزول اللي نزل في الوثيقه حقه نطلب منه احضار الوثائق حقه والمستندات ويطلع عليها المختصين. الكثير من يدعون انهم لديهم ان هذه الاشياء مضافه في وثائقهم نجدها غير صحيحه، لا اساس لها من الصحه، وبالتالي نتوجه لهم بطلب ازاله كل ما استحدثوه. حقيقه لدينا تعاطف يعني اقول نسبي تجاه مواطير الكهرباء نظرا للاوضاع اللي تمر بها، واحنا عارفين ومقدرين الوضع اللي تمر به الان وضع الكهرباء في البلد، بالتالي عندنا تعاطف نسبي تجاه هذا الجانب. من خلال ايش؟ من خلال النظر هل هناك موقع بديل لهذا الماطور، يتم الامر بنقله من هذا الموقع الى 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 هذا الموقع. الهدف منه بس ازاله العشوائيات المظاهر العشوائيه. دكتور محمد انه انتم ليس ضد المواطن انما لاصلاح واظهار مدينه المكلا. طيب دكتور محمد، كاميرا البرنامج الشان الحضرمي وفريق العمل نزل الى الشارع وعد تقرير ميداني بالالتقاء بالمواطنين الذين تضرروا، خلينا اقولها هكذا، هم يدعون تضرروا الاخر الذي كان شاهد على الحملة. سنعرض لك التقرير وتلاحظه على آراء المواطنين. ما هو كل الأهداف تحقد في مناطق دخلوها وفي مناطق ما زال على مكانها الأول.
بس هم نظروا الى الاماكن العامه وباقي الحروف وباقي ما دخلوها. بالنسبه للمشاريع الموجوده على الساحه تمام، نرى فيها تباطؤ ونرجو العمل جاهدين، يعني اولا باول في مشاريع خاصه عند الكتاب المفتوح، هذا العمل متاخر وبطيء العمل فيه، نرجو الاسراع في انشائه وسرعه انجازه. انظر للعشوائيات دي هنا، الحريم صوماليات وناس يعني كان اقدر ان يبدو دولة قبل هذولا. يا كسروا حقهم، هل اعطوهم الدوله اعطتهم مكاين بديل هذه المحلات؟ هذا غلط باعتباره، هذا منين بياكلون معاهم سر. واما حق العشوائي صحيح، هذا المكسر هذا عمليه صحيحه جدا ما فيها اي حاجه، بس لازم يراعوا ظروف الناس، بس مش على ناس من ناس، كل الناس سواسيه. موني بعد كم يوم حصل كشك في الحاره محله، وكشك تحت الدار، وكشك دميقه، هم كلهم عينه برا الدوله تحسم الامور بالصح وتراعي ظروف الناس صح. بالنسبه للحمله بس في بعض اشياء ما هي تمام، ما هي لايقه، خربتوا اسر. الواحد بيتكلم على الحق، خربتوا اسر، كم من اسره، كم من واحد هذا جعولهم، مفروض تفكون لهم اعمال. هذا الجماعه اللي كانوا بتقدمون على الشغله هذه تفكون لهم عمل، بدل هذا المحل تفكون لهم محل ثاني، مشروع ثاني تفكون لهم عمل، لان الان هذا كم من اسره هذا يروحوا ضحيه، وين بيشتغلون هذيلا؟ هذه الحمله اتبناها نحن حمله عدوانيه، يعني شفت كيف؟ الحمله اول شيء تسبق لا اندارات، اول شيء من اداره الاشغال يبون نحن كروت شويه بلاغات، شفت كيف؟ قبل الازاله يعني عليكم الحضور الى مكتب الاشغال، شفت كيف؟ جابوا نحن هذا الوصل سكا، ايش مكتوب؟ حسب توجيهات السلطه المحليه محافظة عظم، توجيهات مدير مكتب الاشغال العامه، تمام. تاريخ كم هذا باختصار شديد؟ يعني تاريخ 21/1 وينتهي يوم الاحد، يعني جابوا نحن هذا البلاغ يوم الجمعة في الليل، تمام، الساعة 10 هو بلاغ يجي إزالته، الساعة 10 يجي بالليل. ايش هم نيابة هم ولا ايش هم؟ يعني مستغرب العصابة جات ولا كيف؟ ما نحن دارين أول مرة يعني يحصل هذا البلاغ. والسبت ما في يعني حتى نروح يعني نقول ايش على ايش الإزالة ايش فيه؟ ونحن أنا وسالم بعضهم ومجموعة هنا من 1996 من أيام صالح عباد الخلاني، شفت كيف؟ اليوم نحن 2021 36 سنه نحن في الموقع هذا، ما يبدو يوم حد قال نحن ازاله. المهم جابوا نحن الامر هذا، شفت كيف؟ يوم الجمعه في الليل، صباح السبت بقى طبعا الدوائر مبنده كلها ما في، والحد صبحوا الجماعه. هذا الامر اللي قاموا به هنا يعني كعصابه منظمه يعني جات خلاص، مو توقيت عصابه جاوا انهم جاوا محددين، شفت كيف؟ تمت الازاله يعني. طيب قلنا لهم المحضار والعمقي والبرج، هذا البرج وامير العقار، شفت كيف؟ نحن بنتكلم عن المنطقه حقنا هنا، شفت كيف؟ قالوا دول ما اعطانا مشعار، قالوا الحين قلنا لهم ايش يعني؟ قال بنبدا عندكم، قلنا له لا اعطوهم مشعار وشب الازاله، ما اعطيتونا احنا ازاله دو. وقال لي خلاص باكوبن، هذا يقول رئيس الحمله الامنيه، قلت له خلاص ما راحوا كتبوا ازاله عند المحضار والبرج، شفت كيف؟ قال بعد 4 أيام بنجيب نزيلهم. أنت الآن على شاشة البرنامج تروح على استفسارات المواطنين، تفضل. طبعا زي ما تفضلت طلعت أنا على التقرير الذي أعدته، ووجدت أن الكثير من الملاحظات اللي ذكرت في التقرير تم الرد عنها في خلال الحديث، ولكن نزيد ونوضح للأخوة المواطنين. من ذكر أننا لم نصل إلى بعض الأماكن، نعم إحنا لا يمكن أن نصل إلى كل الأماكن في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني. الخطة رسمت لها مدة ثلاثة أشهر، واحتمال كبير في إذا لم تنتهي أو لو تحقق أهدافها خلال هذه الفترة تمدد. فمن من 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 غير المنطقي ان خلال الاسبوع الاول تغطي كل المناطق. فالاسبوع الاول اخذ استهدف المناطق الرئيسيه اللي تتشكل
اللي تشكل منظر عشوائي ومزعج داخل المدينة، والتي أيضا بتساعد إلى سرعة حلحلة والاختناقات اللي موجودة داخل مدينة المكلا. من الشخص الذي أشار لموضوع الكتاب؟ طبعا موضوع الكتاب موقع ممكن نسميه مزعج جدا للعمل فيه، سواء كان من الزحمة المرورية، سواء كان من المياه السطحية المتواجدة في الموقع، سواء كان حتى من خطوط المجاري وتكرار فيضان مياه المجاري. ونحن نسعى جاهدين للانتهاء من هذا المشروع خلال فترة وجيزة إن شاء الله تعالى، لكن هناك صعوبات كثيرة ربما الشخص اللي بعيد عنها لا يدركها. هناك صعوبات شديدة جدا نواجهها في هذا الموقع، كيف نتعامل مع المجاري التي لا نتنبأ حتى بفيضانها وظهورها في أي وقت. خلنا هذا، جعلنا نرسم خطط متعددة، نبدأ بهذا قبل هذا ولا زلنا، ولكن الحمد لله الآن أمور تمشي بوتيرة أفضل من السابق. نعم نعم. بالنسبة للعشوائيات اللي ذكرهم ربما يقصد واللي ذكرهم الصواميل أو شيء، ربما يقصد هذا الشخص الأشخاص المهمشين. طبعا لدى السلطة المحلية قد تم نقاش هذا الموضوع على مستوى أعلى من في المكتب التنفيذي، وأظن هذا قرار يخص جهات حكومية أكثر من كونه يخص مكتب الأشغال العامة والطرق. من ناحيه الشخص الذي ذكر انه يجب ان نبحث لهم على مواقع بديله من قبل، طبعا البحث على مواقع موجود، في مواقع قدها متاحه من الان، ومن لم تستوعبهم هذه المواقع سيتم البحث على مواقع اخرى. ولكن كما اشرنا سابقا، الانشطه التي تضاهي نشاط المحلات التجاريه نحن ننصحه بأن يبحث ويستأجر له محل تجاري يمارس فيه نشاطه، ومش بالضرورة يكون المحل التجاري اللي بتمارس فيه نشاطك في المكان اللي أنت كنت مبسط فيه، بإمكانك تبحث عن مكان رسمي تمارس فيه نشاطك، إن لم يكن مثلا داخل المكلا، ربما يكون داخل فور، ربما داخل المتضررين، ربما داخل بويش، لابد تبحث على مكان رسمي بحيث أنك تمارس نشاطك من غير أن تسبب أي عرقلة أو أي اعتداء على الأرصفة والمصالح العامة. بالنسبة للشخص الذي ذكر أنه من عام 1996 في الموقع، حقيقة أنا نزلت شخصيا إلى هذا الموقع بعد أن تقدموا لي المواطنين بشكوى. أولا أحب أن أوضح أنهم وزعت لكل المواطنين أو كل المخالفين، وزعت لهم إشعارات وإنذارات، بل الإشعارات الأخيرة هذه اللي وزعناها هي ربما الإشعار الثالث أو الرابع. هؤلاء الأشخاص يعني في إشعارات من قبل كانت مسبقة، لكنها كانت عبر ممثلي مكتب الأشغال، يعني لم تلاقي قيمة ولم يعطوها أهمية، على اعتبار أنه ما في زخم أمني ولا شيء خوف من ولا شيء، ربما يعني مصداقية في التنفيذ، وهم فاكرين انه ما فيش مصداقية في التنفيذ. المرة هذه لا، الدولة لديها مصداقية ولديها عزم على 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 التنفيذ. انا نزلت بنفسي الى هؤلاء الاشخاص واطلعت على المواقع التي هم مبسطين فيها وعاملين فيها اكشاك وعاملين فيها بوفيهات. هذه بوفيهات بامكانهم يفتحونها في مواقع رسمية ويستأجرون لها النشاط. هذا قلت لك من ضمن الانشطة التجارية التي يفترض انها تكون في محل رسمي، ووجدنا انهم افترشوا الرصيف وادوا الى اختناق الشارع المؤدي الى حافة باسويد. العديد من الاهالي في المنطقة هذه يشتكون من هذا الاختناق، الكثير منهم يعاني من الزحام الموجود المسببين هؤلاء من دخول ونزول السيارات. كما تعرف ان منطقة باسويد يخدمها هذه المنطقة فقط، هذا الشارع دخول ونزول، فبالتالي وجود اي انشطة تمتد الى الارصفة وتمتد الى الشوارع بالتأكيد بتكون عامل يعني معرقل لحركه سير في هذا الموضوع. اخر يعني انه في تحديدا في هذه المنطقه، وانا حتى في اكثر من برنامج انت تتعلم ذلك، صارت الموضوع اوكي زرت الاكشاك، لكن بايعين قالت في هذه المشكله، هذا اكبر مصيبه. الى درجه انه انا حتى عملت تحيي مسبق، انه تواصلت مع حتى انه مع مدير امن شخصيا السابق العميد منير التميمي، قال نحن نلقى القبض عليهم على اعتبار انه هؤلاء مخالفين، لكن بقدرة قادر انه تي امر ما في قانون يخول منع بيع القاد. انتم في مكتب الاشغال معنيون بذلك، يعني هذا عمل عشوائي. نفس الكلام اللي قلناه في المره الماضيه. طبعا لا يمكن لمواطن ان ينصاع اللي بمجرد الكلام من مواطن اخر او موظف اخر. هذا الموضوع محتاج له الى قوه امنيه ترابط في الموقع.
لابد من قوة أمنية ترابط في هذه المواقع المعتاد فيها بيع القات، وهي مكررة. الآن حملات أمنية تنزل كل يوم، حملات أمنية وتطرد المتواجدين اللي يبيعون القات في هذه المناطق. عندنا في الديس يبيعوا القات، عندنا في الشرج أيضا في الشارع الرابع تقريبا يبيعوا القات، وهذه كلها أظن تخص بدرجة أساسية أخواننا في 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 الأمن. طيب دكتور محمد، لكي يعني قبل ما نعود لآخر محور، بس دعني أطلع عليك موضوع فعلا حساس اللي هو أنتوا أزلتوا الأكشاك وأزلتوا بما يخص كورنيش أو الخور، هذا بنفس الحين تجمع فيه شباب، تم تهديم فعلا كافتيريا، لا أسمي من اسمنا، أنه كان فعلا بعملية طريقة يعني طريقة فنية ممتازة تم إزالتها، وتم إطلاق وعود لا أدري هي منكم أو من الشارع أنه سيتم تأهيلها مرة أخرى، إذا لماذا أزيلت؟ أخي العزيز، الخور تعرض أيضا للسطو وتعرض أيضا للاعتداءات العشوائية. الخور أول ما تم الانتهاء منه كانت هناك عدد من البوفيهات المصممة تصميم متناسق مع الشكل العام للخور أو المتنفس هذا السياحي الذي يعمل في مدينة المكلا، لكن للأسف الشديد أتى البعض من أصحاب البوفيهات وعمل استحداثات الأشكال تسيء للمنظر العام لمدينة المكلا وللمنظر الجميل للخور. قام زملائنا وإخواننا في صندوق النظافة والسلطة المحلية بإزالة كل هذه المخالفات، ونحن في مكتب الشغل العام والطرق نرى التقيد بالتصميم العام الذي عمل له الخور والذي كان مناسب وكان شغال في يوم ما. إذا سيعاد طبعا أنا أقترح أن يعاد إدارة الخور هي تبع السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين. أنا أقترح أنه يظل المحافظة على البوفيهات القديمة التي صممت في الخور ويمارس النشاط عبرها، وتبقى باقي الأماكن عبارة عن جلسات ومتنفسات المواطنين. دهنا ولم يتبقى لو تريد بس محور آخر لحظك، أنه دكتور محمد يعني يطرح عليكم أنه وهذا نشاهد عيان أنا وأنت والكل والشباب الموجودين معنا في طاقم برنامج، أنه بعض الشوارع وهذا كان ملزم على منظمة اليوندبي أو اليونبس لم يكن من غلطان إعادة أي شوارع من المكلة، وأضرب لك مثل الشارع المحادي لمستشفى أمو طفولة إذاعة المكلة وفندق كورنيش الحمراء أو شيء من هذا الأمور، لا زال لمدة عام ونصف أو عامين لم تعاد الطبقة الأسفلتية عنه لم يتجاوز حتى 200 متر تقريبا، لماذا؟ شكرا أخي العزيز على هذا الموضوع. طبعا كما تعلمون أن إعادة تأهيل الشوارع الداخلية وقع فيها عقد مع السلطة المحلية والسلطة المحلية مع مؤسسة تباقى قديم للتجارة والمقاولات، وبدأ تنفيذ العمل هذا من منطقة الديس، وكما تلاحظون تحولت منطقة الديس من الحفر التي كان سايدة فيها إلى بلاطات خرسانية. بتساهم بدرجة أساسية. أيضا كان مسار العمل يشمل من منطقة الديس إلى منطقة خور المحضار. عندما تمت إزالة الطبقة الإسفلتية من هذا الموقع، وجدنا أن المياه تحتقن في هذا المكان، ولا يوجد هناك تصريف سلس لمياه الأمطار. آثرنا حقيقة أن لا نعيد الوضع على ما كان عليه، وتعادل كرر نفسها، فطلبنا من المقاول إعداد دراسة تعديل دراسة ومراجعتها مع المختصين عندنا في مكتب الأشغال، وعدوا دراسة وجهزت دراسة، ولكن توقف الآن العمل نظرا للتعزيز المالي، تأخر التعزيز المالي. ومع هذا احنا كلفنا على المقاول بانه يحاول يشتغل لنا هذا المقطع، كونه يعني استشعارا منا ان هذا منطقه مهمه، وان شاء الله تعالى وعد بانه بيقوم بتنفيذ العمل في هذه المنطقه ان شاء الله خلال الاسبوعين القادمه. دكتور محمد بخلع المدير العام مكتب الشغال وطرق ساحل حضرموت، انا حقيقه اشكرك اولا على اتاحه الفرصه لنا والتواجد مكتبك واعطانا فرصه من وقتك، ايضا اشكركم على الجهود المبذوله في تنفيذ مشاريع، لكن كما يقولوا انه ارضاء الناس غايه لا تدرك. مره اخرى اشكرك نيابه عني وعن طاقم برنامج الموضوع. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. يا هلا وسهلا. بعد ان انهينا حوارنا مع الدكتور محمد باخلعه المدير العام لمكتب الاشغال والطرق ساحل حضرموت، تحدث الينا ان مكتب الاشغال لم يكن سببا في قطع ارزاق الناس، ازاله الاكشاك وترك الاخر كان لمساله قانونيه تحدث الينا فيها عبر البرنامج. حلقات برامجنا مستمرة، نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة متشددة في نفس الموعد.
تحياتي أنا في محمد بخريبة، تحيات طاقم العمل، دمتم في حفظ الله.